عبد الصمد، لكن الحارس محمد سيدي خويا في المكان المناسب. يا بني مكنيس جايين من مكنيس على الانتصار مع حكم مباراه. ماذا يقول؟ ماذا يقول حكم المقابله؟ ماذا يقول حكم المباراه؟ يقول واصلوا اللعب. تعود كرة من جديد، يا سلام، قوة بدنية رهيبة لدفاعات النادي المكناسي. تعود كرة لحمزة، حمزة. سير وكيل ولد، سير معلم، سير. عثمان حبوري والرقم 93 عبد الله عثماني والرقم 20 عبد الصمد. تعود كرة للنادي المكناسي للقديم المدافع بطريقة جميلة، يعطي كرة على مساعد في الدور. حكم مباراة لم يقل أي شيء. أبناء مكنيس واقفين منتصرين على رقعة الميدان بطريقة رائعة. اتحاد القاسمي نفذ خطا بسرعه، نفذ خطا بسرعه، والزاويه زاويه زاويه يوسف اتجاه حبوري، تدخل المدافع، ترجع الكره يا صديق يا رايع. كرة من جديد، مادي الشادلي، مادي الشادلي فيس تو فيس، يا سلام على اللعب. عبر الصفحة الرسمية للصحيفة الوطنية للهواة التي تتابع كل كبيرة وصغيرة بأقسام الهواة. المكناسي ضربة مرمى لفريق النادي المكناسي. الرسواني حمزة ترجع النعوة، النعوة عند الشكراني سفيان، سفيان عنده الكرة، سفيان عنده الكرة عند زخينو محمد، ترجع طريقة اتحاد سيدي قسم رقم 10. مطا هدف لصفر لفائدة فريق الزائر. تعود كرة لفريق اتحاد تمالا، الهيدوري حسن وتدخل شكراني سفيان، كرة في وسط الميدان. النادي المكناسي القنوني، القنوني لعند أحد اللاعبين الزملاء ديالو اللي غيروا بدوره لعند عبد الدين الحسن، عبد الدين الحسن من جديد عند سفيان شكرني. المكناسي لاعب له من التجربة الكروية ما يشفع أن يكون قائدا لفريق النادي المكناسي، وفعلا وحقا فإنه قائد ب ما تحمله الكلمة من معنى. كرة، كرة عند شكراني سفيان، هابط بكرة تعطيها لحسن عبد الوهاب عند العثماني، عثماني اتجاه كريم، مازال عنده الكرة عند تعود لي عند تعود لي حسن الهيدوري في اتجاه شكراني سفيان. رضا اليوسفي، هذا عبد الكريم، مراوغة جميلة لصاوي عبد الكريم رقم 11، مراوغة الثالثة وكرة ثانية جميلة رقم 2 وتدخل، محاولة جميلة قام بها مدرب محمد فتحي، أراد أن يؤمن النتيجة بهدف ثاني خلال هذه المباراة بهاتين التغييرين اللذين سعد بالعسير. سعد كيعطي تميرة طويلة وكتمشى عند شكراني، شكراني كيعطي تميرة خطيئة. كرة لرقم 3 للدائرة الأيمن. مرات ميرات جميلة في العمق عند لاعب الدار الايسر فريق شباب الحسيمة، تدخل شكراني سفيان كترجع الكرة وهذه المرة تماسية.
وجوه رقم 25 لاقب حمزة حسني تقداف جهة اتجاه نك حبوري ترجع على شكراني سفيان دائما كرة على شكراني سفيان تغيير اتجاه عند اللاعب سطير عماد تتمكن منها فريق شبر الحسيمي كرة دائما الكرة عند الظهير الايسر كتمشي ولكن شكراني تفضل الفكرة ديال اللاعب شبر الحسيمي وكيدخل الزاوية كتنفاد كتمشي لعند اللاعب كرة دائما الخطورة وتدخل دائما الشكراني قايم بالدور المنوط به تدخلات في المحل ديالها بالنسبة للاعب الشكراني إذن عبد العزيز الحمزاوي وكذلك حمزة الأنصاري في اتجاه ولكن تدخل ديال الدفاع صفر هدف كما قلت مروان بجاو مروان اطراق قذفه قويه جميله ومركزه كره عند اليوسفي الضايل الان فرق نادي مكناسي ترجعها اللاعب شكراني سفيان عنده الكره دائما تمريره طويله في اتجاه حسن عبد الوهاب ضربه راس يعني المفتتي والهدف الثاني فريق النادي المكناسي الهدف الثاني مصطفى المدن تقداف الكرة كتمشي كتجاوز وسط الميدان تدخل سفيان كتمشي عند عبد الله العثماني ترجع المنعم الله